مجرد ما تحطوا توقيعكم عليه راح تعلى للملايين. مين فيكم اللي راح يختار يوقع؟ نرجس تفضل. يلا ايوه ممتاز. الان راح نروح لاول اعلان. اضغط الزر الان راح نصور عند افضل مصور في العالم. لا مرحبا سامي. اهلا. تخيل اقول نجوم الاخيره ونجوم التمثيل. تخيل انا ما مصدق على فكره. نورت. اهلا وسهلا. تسلم. شكرا. وقعوا خلاص. وقعوا. اكيد انتهى. سلام عليكم. الموضوع عندي. يلا تفضلوا معايا. أنا ما أدري وين الوجه. أول مرة أسافر ما أدري وين رايح له، بس متأكد إنها رحلة حلوة. مسافر سفرة المشاهير. يلا طيارة خاصة بعد وحركات. أهلا وسهلا فيكم شركة فيم إيرلاينز. جاهزين تركبوا طيارتكم الخاصة؟ جاهزين. طيارتكم الخاصة في انتظاركم. تفضلوا معي على متن طائرتكم الخاصة. شكرا. استريح أي مكان يعجبك. سهلة. تفضل استريح أي مكان يعجبك. هلا بطيارتنا. يلا شباب جاهزين للإقلاع؟ جاهزين. يلا بينا. سيداتي وسادتي مرحبا بكم على متن رحلة خطوط الطيران فيم إيرلاين، متجهين بمشيئة الله إلى حفل جوائز جوي أوردز الليلة. يا أهلا وسهلا بالمشاهير. يا أهلا بالنجوم. يا أهلا بالنجوم. نرجس محمد. يا اهلا وسهلا. ما شاء الله عليكم متعودين تمشون على السجاده الحمراء. مشاهير ونجوم طبعا. نرجس كيف كان العمل مع المخرج؟ صراحه المخرج شديد، بس فعلا فعلا الممثلين يحتاجوا المخرج الشديد علشان يطلع العمل بهذه الاحترافيه. مشاهدينا الكرام رحبوا معنا بفرقه محمد. اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا. سريع تفضل. يا مرحبا. حياك الله محمد. شكرا لك. حياك الله. طيب. سعيد وشكرا. اهلا وسهلا. احنا جدا سعيدين بوجودك معنا في هذه الحلقة. طيب مشاهدينا الكرام سنتحدث الآن قليلا عن الفيلم الرائج الذي سبب ضجة في شباك التذاكر. رحبوا معنا The Cast of The Last Stand. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حياك الله. اهلا ومرحبا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حياك الله. نبغى نشوف مقطع من الموسيقى اللي قدمتها وتريلر للفيلم اللي مثلتي. شجعني اني افوز بالجوي اووردز. يا محمد. محمد مبروك. تفضل معي على المسرح. مبروك. تجربة جميلة مرة. شكرا. شكرا لكم. شكرا للجميع. مشاهدينا عشنا معكم تفاصيل واحدة من امتع التجارب في هذا المكان. نرجس انقريني وشعورك بالله عليك. صراحة المرة مبسوطة، حسيت فعلا بالتجربة الحقيقية وكأني ممثلة فعلا. فعلا قدوتي طبعا الممثل القدير عادل إمام. إن شاء الله يشوفني وأنا ممثلة. طبعا من جد عبد الله بما أني أنا اخترت موهبة الفن والغنى فهو أسطورتي أصلا من أول، وهو اللي يمثل هذا المكان في مجال الفن. للأمانة 50 دقيقة عشناها في داخل هذا المكان كانت مليانة بمراحل وبمحطات مختلفة. فعلا يا نرجس اللي حسيت أنه أنت فعلا نجم حقيقي، والأساتذة اللي موجودين برضو جالسين يأدون أدوارهم ولا غلطة باحترافية كاملة صراحة. صراحة الأساتذة اللي داخل فعلا فنانين، وشكرا لصاحب الفكرة. شكرا طبعًا. لصاحب الفكرة، الفكرة رائعة يعني جدا. يعني أنا صراحة على صعيد الشخصي واحدة من أمتع التجارب اللي عشتها في بوليفارد ستوديو. أنصحكم بزيارة هذا المكان والاستمتاع بالتجربة اللي احنا خضناها أنا ونرجس،
وتعالوا واستكشفوا مواهبكم. صحيح. وعيشوا جو النجومية والموهبة الحقيقية يا الهوليودية أنت. يلا نشوفكم على خير في حلقات جديدة. فمان الله. يا من فوق الخيال.